تعالى دعاء، تعالى تعالى تفضل، تعالي تعالي يا نرمين. ايه رايك بقى دعاء؟ رايي في ايه يا عنتر؟ في الشغل يا دعاء. هو انا مش قايله لك يا عنتر ان انا مش بحب الحاجات اللي هي الكلاسيك دي، انا كنت عايزه انتري مودر. ايه ده؟ تعرف الانتري ده بكام يا دعاء؟ انا مالي بكام؟ هو عامل كده ليه اصلا؟ بصراحه مش حلو خالص. ايه القرف ده؟ ايه العفش ده؟ وايه الستاير دي؟ لا 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 لا، مش حلو خالص يا دعاء. ما اتصرفي يعني، انا مش عارفه ايه ده. لا اوعي اوعي تخشي على الحاجه دي. هو اللي مش حلو يا نرمين؟ لا مش حلو خالص. شايفه الشغل يا نرمين عامل ازاي، والشاشه والبوتاجاز؟ وانا مالي بالشغل؟ الشغل هو انا ايه يعني؟ ايه جايه انا اتجوز على الانتري بتاع ستي؟ ما حدش هيفهم. احنا نفهم الكلام ده عشان احنا متعلمين عارفين، انما انا اللي هيجيني محدش هيفهم، هيفكر ان احنا مسترخصين. يا دعاء تراث يا دعاء، تراث تراث. اه تراث. لا 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 تراث، لا انت بتتكلم كلام غلط. انا عايزه مودرن. عارف انت الحاجات اللي انا وريتها لك؟ انا لسه كنت بتفرج، انا مش وريتك انا. ايوه لا لا لا، مش ده ذوقها اصلا. لا انا مش هقدر. بص يا دعاء، بص يا نرمين، عامله ازاي؟ اربع عيون. ما انت عايز ايه يا دعاء؟ هو انت مقضيها كده عماله تسترخص اربع عيون وجايب كلاسيك كان بتاع جدي وجدك؟ بقول لك ايه يا عنتر، من اولها كده انا لو ما جاتليش الحاجه اللي انا عايزاها انا مش متجوزه. وبعدين يا عنتر المفروض هي اللي تختار مش انت. انت بتجيبي ازاي يعني الحاجه من غير ما العروسه يعني تختارها؟ خليك محضر خير يا نرمين، ده اختك. دي اصول. اربع عيون. ومين دلوقتي بيتجوز على اربع عيون؟ وده وحش يا نرمين. مش حلو خالص، مش ذوقها. ده في ناس مش طايله يا دعاء. اخر كلام عندي، ده اخر كلام عندي، انا مش هتجوز بالحاجات دي. اتصرف بقى. بقول لك يا نرمين، طب اتصرفي. انا هتصرف. اتصرفي. انا هتصرف معاه. وايه ده بقى ان شاء الله؟ انا برضيها يا نرمين. ايه الباب ده؟ انت عارف يعني ايه؟ احنا لسه عرسان يا ابني. هو انت واخدني مثلا انا جايبني منين انت؟ انت ده باب؟ بص الباب يا دعاء. لسه بشطر يا دعاء، انا جيت اقول لك تعالي شوفي الالوان وشوفي اللي انا جايبه. قول لي انت ايه اللي ينفع؟ ايه اللي ينفع في الليله دي؟ انت يرضيكي كده يا نرمين؟ لا يا بنتي ما ينفعش طبعا. ايه يا عنتر ده؟ ينفع يعني باب كده من غير اكره؟ لا انا بصراحه ما يرضيني. اتصرفي انت بقى. انا هتصرف. انا بس انا هتكلم معاه. تعالى بقى يا عنتر عشان نشوف بقى ايه الوضع ده. مش عارفه، مش عارفه عروسه ده خالص. خليك محضر خير يا نرمين. وين اللي وحش يا نرمين؟ تعالي بالسعود يا نرمين. بص يا عنتر، بقول لك انت عارف ما بيعجبهاش حاجه بصراحه. ابتديت اتخانق منها والله العظيم نرمين، ابتديت اتخانق منها نرمين. وبعدين هي اختي. اه بس انا ما بيعجبنيش تصرفاتها يعني. لا حاجه تحفه بصراحه، انا لو منها اوافق طبعا، ما فيهاش اي مشكله. قالي يا نرمين. ماما لما موطين صوتهم ليه كده؟ اعقل ايه بس؟ ما انت عارفها بصها فوق قوي قوي قوي، ما بيعجبهاش حاجه. بس والله الواحد بص خلاص، انا من ناحيتها الواحد ابتدى يتخانق منها بسبب تصرفاتها معايا. ما تكبرت بقى من دعاء بقى. كبر دماغك بقى من دعاء. تعالى يا نرمين، ايه رايك بقى في الشقه يا نرمين؟ والله العظيم جميله بصراحه. بصي ده اغلى حاجه والله يا نرمين. بصراحه حلوه قوي. وانت شايف يا عنتر ان الشقه دي دعاء تستحقها؟ متهيألي لا، صح؟ أنا اللي استحق الشقة سيدي. ده أختك يا نرمين، عيب يا نرمين. بس هي ما تستحقهاش، مفيش حاجة بتراضيها. باشا يا نرمين أنا بحب دعاء وعايز أتجوزها هي دعاء. مش ما هتتعبك، دعاء هتتعبك، كل حاجة لأ 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 لأ، أو تتقمص من أقل حاجة. ما ينفعش يا نرمين، ده أختك، ما ينفعش، لازم إن أنت حتى تساعديها. أنت حر، بص أنا قلت لك وأنت بقى اللي ماشي في دماغك. تعالى. بص يا دعاء بقى، الشقة دي من بره جميل ان شاء الله. بس عايز اقول لك على حاجه دعاء. طبعا نرمين اختك على دماغي اكيد، بس نرمين مش بتحب لك الخير. ابتديناها يا عنتر، ابتديناها. بقول لك اللي حصل معايا، بس ابتديناها بدري قوي. دعاء لازم تصدقيني، اللي حصل من نرمين ما ينفعش يتقال، بس انا لازم اقوله لك. ايه يعني؟ خيالي قالت لي ايه يا دعاء؟ اه قالت لك ايه؟ قالت لي انت شايف يا عنتر ان دعاء تستاهل العز ده كله؟ قلت لها اه طبعا، انا بحب دعاء وعايز اتجوزها هي، ما اتجوزكيش انت. قالت لي انا اللي استاهل العز ده مش هي.
بقول لك ايه يا عنتر، انا هقول لك كلمتين ودول اخر ما عندي. صدقني صدقني لو جبت سيره نرمين تاني اعتبر ان انا مش عايزه الجوازه دي. مش مصدقه انت يا دعاء صح؟ قلت لك صدقني بعد اذنك. طب انا هثبت لك يا دعاء. اثبت لي ما تثبتليش بقى، بدأناها. انت يا نرمين بتقوميني؟ ايه يا دعاء؟ مش يلا عشان عنتر هيجي ياخدنا عشان نشوف الشقه. امال اتفرج على حاجات حلوه قوي. طب بعد ما نشوف الشقه بس عشان ما نتاخرش. يلا ماشي. يلا بينا. يعني كلام عنتر في الاخر طلع صح. ماشي يا نرمين. بتقولي ايه يا نرمين؟ بتقولي ايه؟ بهدي الموضوع. بتهدي الموضوع؟ اه طبعا. انت كده بتهدي صح؟ اه مالك في ايه؟ كنت بتقولي له ايه يعني؟ ما بقولهوش حاجه. بقول له ايه؟ بقول له هي عندها حق، بتجاز اربع عيون ده ما ينفعش، والعفش ده ما ينفعش، مش ذوقها اصلا. يعني مش عاجبك صح؟ اه. يعني انت لو مكاني ما يعجبكيش؟ لا طبعا ما يعجبنيش. يعني انت لو مكاني كل ده ما يعجبكيش صح؟ لا 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 خالص، ما يعجبنيش اي حاجه من دي. مالك؟ ولا حاجه يا نرمين، بس انا ما كنتش مصدقه. مش مصدقه ايه؟ يعني ما كنتش مصدقه اللي عنتر قاله لي عنك. وايه اللي عنتر قاله لك؟ ان انت بتقولي له ان انا ما استحقش كل اللي هو عامله ده. عنتر قال لك كده؟ لا ما حصلش. انا قلت كده؟ طبعا. انا؟ طبعا. بيضحك عليكي؟ هو بيضحك عليا في موضوع ان انا ما استاهلش. طب انا سامعه بوداني دلوقتي وانت بتقولي له كل حاجه حلوه وكل حاجه جميله، وانت مقوماني، وفي البيت برضو بتقعدي تقوميني عليه، وانا ببقى شايفه ان هو مش غلطان، بس في نفس الوقت تقعدي تقولي لا ده هو بيعمل كذا، وانت عشان اختي الكبيره فانا ببقى مبسوطه ان انت بتبقي معايا وحمياني. بس انت عارفه انت بتعملي ايه دلوقتي؟ انا غلطانه فعلا. غلطانه؟ غلطانه على ايه؟ علي. عارفه انت وصلتيني لفين؟ انا مش هينفع اكون مع عنتر. انا غلطانه، وكل حاجه حلوه ليكي انت، حتى عنتر، كل حاجه حلوه ليكي، فده غصب عني. حلوه ليا انا؟ ايوه. انا استخسرت فيكي حاجه؟ كل حاجه، كل حاجه ليكي، كل حاجه بتاعتك من واحنا صغيرين. حتى عنتر برضو انا برضو بحبه من زمان، وبرضو سابني يعني ما اعترفش باي حاجه ورجالك انت. وانا ما اعرفش ان انت بتعملي كده، وان انت اصلا عايزه ايه؟ انت تعرف ان هي كانت عايزاك الاول؟ لا طبعا. انا ما اقدرش اقول حاجه زي كده يا دعاء. اقول ايه بس؟ وافقتي ليه من الاول؟ وافقت عشان انا مش عايزه اوجعك، عشان انت اختي حته مني. وانت لما تخطفيه دلوقتي مش بتوجعيني؟ غصب عني بقى، من جوايا في نار قايده يا دعاء. كنت جيتي وقلتي لي. طب كنت جيتي وقلتي لي. مش هينفع. انا ما عملتش حاجه عشان خاطر تتعاملي معايا بالغباء ده، وانا برضو مش هرد لك الغباء ده لاني مش هينفع ابقى معاه. والله العظيم غصب عني. انا مش هبقى معاك يا ابن الناس خلاص. انا وانت ما ينفعش. ربنا يبارك لك في بيتك ويبارك لك في حاجتك، وانت بني ادم كويس وتستاهل واحده احسن مني، تستاهل واحده تكون سويه هي واهلها. لا يا دعاء، لا يا دعاء. يا انا بصي انا مش هينفع يا دعاء. يا دعاء مش هينفع. خلاص يا دعاء. انا يا دعاء انا مش هقدر، ومش هقدر اشوفها وهي بتبص لك، ومش هقدر اشوفها وهي بتمشي وبتسيبني، وانا مش هقدر اسيبها لان هي ملهاش حد غيري. غلطت وانا مش ببرر غلطها، بس ما ينفعش تبقى مع حد غيري. يا دعاء طب استني. يلا طب بينا. انا هتعامل معاه كانه هو اخويا. خلاص دي غلطه، غلطتي انا. اخوكي ايه؟ اخوكي ايه؟ انت بتقولي ايه؟ انت لازم تتعالجي. يلا بينا من هنا. شكرا يا عنتر.